الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الله يا قوم، يو ران الله دي وطن جماعة أولى ندقانا أكو هجرانا ميقدمو النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دبو دجري هدو داربعين دهدو يراتي دوات نوفمبر ندقانا 27 شكرا عفوان النبي إيسى عليه الصلاة والسلام نادي شكرا دبو بيو دا 22 جماعة تريد أمدة الأحكام لتفن ديكي بيان أبن ديكي يا شفر يومنا يودا كلهم حرم كاري دنيا لافية يوضم تاشي على حديث 26 بعد 100 حديث ندر دري دا 20 دا شدة عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم. قال: وما ذاق؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال السمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم. وانغ حديثي نيمي جرمان درجة واندكي كرن تدمو دتلكا وان صحابي دماسكودين صحابي دكان سكوانا رغنغنتون ايكتا ايكين الخيريني wani bi son aje an bar shi balle mu zamanin ga wani na da kudi inda yana iya fidda kudin shi to yana ganin tunda yana sallah kudi kawai ya ishe shi tunda yana sallah yana taimakawa da kudin shi ya ishe shi saban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kudin su da imanin su da aikin su ba su rinda kuma kowane aiki inda aikin alkhairi ne muji an sumai an karbo daga sumai مولى أبي بكر شي بررن باواني نا أبي بكر وانغا أبي بكر نام باشيني سيدنا أبو بكر با وانغا تابعيني أبي بكر واندي كثنان شي عبد الرحمن بن حارث بن هشام شي أبي بكر سنان شكي غا أن سمي مولى أبي بكر أي أبي بكر الكنياني
تو شيشي ابي بكر غاسونشي عبد الرحمن بن حارث بن هشام شيكما انا ابي صالح يا كربو دغا ابي صالح السمان وين غدوكا تابعين با صحابي بني تو شي تابعي يا كربو حنن دوان شمي تابعي انا فهمتكو تو اما شي ابي صالح غا شي مولى ام المؤمنين ني شي برن باواني نا ام المؤمنين وانده كانا شي متى جويرية بنت حارث شي باواني نا جويرية بنت حارث تو شي ني وانده كي ياي كراتو ورن ابو هريرة شي ان ابي هريرة شي ابي صالح السماني شي يا كربو دغا ابي هريرة تو شي وين غدوكا تابعين اما ابو هريرة شي ني مي شيني صحابين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشي أبي صالح يشي يا كرب ورما لمنش أبو هريرة الله يكرم يدا أبو هريرة كيباش وانقل باري مي فارو أن فقراء المهاجرين تلكاوا نمهاجري وإن ديك سنبر مكة سنزو مدينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنزورن النبي محمد سو تلكاوا فقالوا شيفك شي يا رسول الله يا كي النبي محمد ذهب أهل الدسور بالدرجات الأولى مزوادوك يا أهل الدسور ما سكدي سنت في بالدرجات الأولى دا درجوجي ما في دوكك دول ما سيدة أكي بكاتا أشك مسلنشي ما سكدي ثنقم آدمو والنعيم المقيم كما سنت في دا نئمة وانديك مدومي شيني جندارين ديك بيكاري وا mana jin dadin gidan aljanna duk abin da mutun zai ya samu gidan aljanna to masu kudi sun ga sun yi sun bar mutalakawa to shi sun kawo karanta talakawa kenan wurin wa wurin annabi muhammad qala wa ma dhaka shi manzo Allah ya ce me yake faruwa ne qalu shi talakawa suka ce wa annabi muhammad yusalluna kama nusalli su masu kudin suna sallah kaman yanda mu muke sallah ويصومون كما نصوم كما سنا أزمي كما يندموا ما موكي أزمي ويتصدقون ولا نتصدق أما سنا هذا كورين دسكي باي وصدقا موبا مدشي بلي أشي موما مباي صدقا فشي رسول الله كان نغنغا سموكي موكينا أما مودا سموكي فاما أشك مسلاتي ويوتكون ولا نوتك سأن سنا إيسو أنت باي amma mu ba mu iya mu enta bayi kun san lokacin da akwai bayi bilal ma bawa ne an ka sawo shi abubakar siddiq shi ya sawo shi zo ya enta shi to shi suna wangaruka amma mu ba mu iyawa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce na gano abin da ke damun ku na gano afala uallimukum shay'an tudrikuna bi man sabakakum shin ba za ku bari in sanar da ku wani abin da yake in kun aikata shi za ku riski wanda yake ya sere muku ba wa'anda sun ka sere muku na masu kudin nan zan nuna muku wani abin da yake za ku kama su da shi wa tasbiquna man ba'dakum sannan ku rigaye wa'anda yake suna bayan ku wanda yake ba su ji labarin wanga al'amari ba ولا يكون احد افضل منكم كما ابين ده نونا مكو غا اذا كنت ايكتاشي باب ولن دي يكي ذي فيك درجه هر ابدا الا من صنع مثل ما صنعتم سيدي وندي كي يا ايكتا كمن يند كوما كنت ايكتا قالوا بلا يا رسول الله فكتي يا رسول الله عندي هكنني انونا منا اكرنت دمو قال شي منزو الله يجي تسبحون ذاكرين ذاكرين غين تسبيحين وتكبرون كنا كبرا وتحمدون سنة كنا حمدلا دبر كل صلاة بايان كون سلا سلاسا وسلاسين مرة سو تلاتين دوك بمعنى كون بايان سلا سبحان الله تلاتين دوك الحمد لله تلاتين دوك الله أكبر تلاتين دوك أبين ذاكو ينكينا idan kun kai wanganga wayanda sun ka wuce ku za ku rizke su za ku kama su wayanda ke bayan ku ba za su iya su same ku ba
قال أبو صالح السماني أبو صالح وانديك المهاجري نا أبو هريرة يأتي فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة كي باش لاباري يأتي سي تلقى ومهاجري شيسن كومو مورن أن محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا شفك شي يا رسول الله يا كي أن محمد أبين دكاكران تدامونا سميا إخواننا أهل الأموال يوم وأيام ما سكون الناس نجلا باري فاو أنونا منا وأنسو أذكار ففا مي سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهكو يوم وأيام ما سدوك يا سنجلا باري أبين دمون كأيكتا شيء سما سن كسوما أيكتا وا سنو هذا كذي منذ من كاو كارا أنونا من الزكري تو من الزكرين كما سنجي لابارن الزكرين تو دون الله الزكرين ورون واسو كجي با ورون كنو با سنجي لابارن الزكرين فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من زون الله صلى الله عليه وسلم يجي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ونن فضلاني دقى الله ينا با ونديك يا قداما أي با كواني كيدا كودي يسنجر من الله با to shi tun da dai Allah ya ba shi kudi ya san girman Allah baya haka ne ya san ya kamata bayan kowa sallah ya zanna yayi tasbih wannan kyauta ne daga Allah ni manzo Allah ban yin kwace wannan sallallahu alaihi wasallam to shi idan Allah ya ba mutum kudi ya ba shi imani to Allah ya doka kashi qala sumay sumay yace fa haddastu ba'da ahli bi hadha al hadith shi ne ma naje na ba yan uwaye na لابار وانغا حديثي فقال شمي شمي وهمت يعني كاي كسكري وهمت كلمة وهم شيني زتو مانا كاي كسكري إنما قال أبند أنك فدي تكين حديثي تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين yace to wanga menene mar ba sakanin abin da yake nafari da abin da kuma akwai me kafadinka domin ni nace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan kowanne sallah mana wanga ruwaya nabi ga nan cewa ba bayan kowanne sallah ba saboda akwai sallan farilla akwai sallan me nafila so shi wanga gyaran da akwai ciki kenan mana wanga na so yace kama bayan kowanne sallah na me na farilla yace farajatu ila abi salih aini na kabi karatun ne wurin abi salih abi salih kuma ya kabi wurin abu huraira to shi ne kuma wurin abi salih fa zakartu lahu zalik shi ne bashi labarin abin da an kafari fa qala shi ce kul kai ka ce allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tabluga min jami'ihinna 33 bimana kowanda ya subhanallah ya zama 33 alhamdulillah ya zama 33 allahu akbar ya zama me 33 wanga kaga ruwayan ga an kara me kenan an kara subhanallah kuna fahimta na ko saboda ruwayan da yake ana tasbih ya zo ruwaya daban-daban wanda yake ya fi karfi wanda malaman ahlus sunna suka yi riko da shi shine subhanallah subhanallah 33 ko alhamdulillah 33 sannan allahu akbar 33 akwai wanda yake yace ai subhanallah 20 walhamdulillah ai 20 sannan allahu akbar ai me ai 20 akwai wanda yake yace subhanallah ai 10 walhamdulillah ai 10 allahu akbar ai 10 alalace dai ku ya saurin ka dai kana son sauri 10 goma dai ai ka iya kai amma wanda yake yafi tabbata shine subhanallah 33 alhamdulillah 33 la ilaha illa da ko Allahu Akbar 33 sana a cika da me la ilaha illallah wanga hadisi Imam Muslim ya rawaito Imam Buhari ma ya rawaito amfanin da ake samu cikin wanga hadisi mala yace rugbatu sahaba radiyallahu anhum ash-sharida fil khair kana fahimta kodan sahabai na sanin jin alkhairi da son alkhairi suna matukan kudin alkhairi watanafusun bil amali salih sannan kana ganin gasan su kuma wurin aikin alkhairi
عند وين سني تندي أيبا مو أقول منا با تندي كي أقول شكرًا قف ما رشي فالفقراء شك عليهم حرمانهم من العبادات المالية يشي كاغا تلكاوا يعني داك حرم تاموس عبادة نقدي يا داميس والأغنياء لم يكتفوا بغناهم أم مشاركة الفقراء في كل أبواب الخير سأنما سكريكما بسوء سودة دوكي ينسوبا شيوا سن ربودا تلك واباس تريا دسو أشكين كفو فينا على خير ولعل الله يؤتي الفقراء بفضله وكرمه من الأجر على قدر نيتهم الطيبة أما ما لن يشي تندري تلك سوما سنا غوري عند الله يا باس سوما سن تيما كوا الدين الله يكن يو الله يا باس لا دا سبود ككاو نيانسو تندي سن يسون كي كاراور النبي محمد صلى الله عليه وسلم سان النبي الحديث يدل على فضل الغنى الشاكر او الغني الشاكر وان غينا نونا من فضل مي كودي وندكي غودي ونيمن دا الله يا مي كاغا الله يا مي دوكيا yana taimakawa sa'annan aikin alkhairi kuma na bautan Allah kuma bai barin shi kaga wannan gana ce mai algani ashakir wannan shine mai kudi wanda yake mai godewa Allah Allah ya bashi fifiku da fadala alal faqir sawar yafi talakan da yake yana da hankuri jama'a kaga wannan mai kudi ne mai godewa nima wannan kuma talaka ne mai hankuri yayi hankuri da talaucin da Allah ya mai da jarabtan da Allah ya mai sannan wanga shi Allah ya bashi dukiya dukiya yana taimakawa addinin Allah sannan bayan wannan kuma duk wani aikin alkhairi da yake ana yi da jiki bai bar kanshi baya ba to shi da wannan talaka wayefu wani mallan yace yafi talaka saboda yana dukiyan sa'annan kuma yana aikin alkhairi sa'annan kuma yana dokan jikin shi kuma yana aikin alkhairi sa'annan shi talakan kuma shi nashi ne kawai yayi hankuri da talaucin da ba mu sani magobin Allah ya bashi ma mai zai yi mallan yace lima lahu min al'amal saboda aikin da mai kudin ke yi yafi abin da talakan ke yi وهذه مسألة طويلة الخلاف بين العلماء ما لا يجي هو أنك مغنى دي مغنى ني مي سو سكان معلوم مي كودي مي غودي والله تلكا مي هانكوري ده تلوچن ده الله يمي وايف وني يجي مغنى ني مي يوا اما شي ترى من مغنى دوكا يجي من مي كودين يافي تندي يانا ده كودين يانا تيمكوا الدين الله سانا كما ايكي ديك انا يي ده جيكي كما نبوتن الله كما بيبركن شي بايا با نو كما لا يجي أن الإنفاق في سبيل الخير صاب رفع الدرجات شيروا أشكنت أنا الدين الله أنا على خيري صابيني دكي بر الدرجة متين يدوكك قال ابن القيم فالغني إذا اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوهه وليس مكسورا على الزكاة بل مما حقه إشباع الجاع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف ورعاية المحتاج المضطر فتريقه طريق الغنيمة ما لن يأتي وي إمام ابن قيم الجوزي يأتي موداتي إذا يجي ثورون الله أتكين كلين ديك الله يا باشي سأن يأتي يد كلين أتكين خسكن ديك الله يا باش داما يأتي سأن وليث مكسورا على الزكاة بيتكيتو أكين بعد الزكاة كويبا أي إنا بعد الزكاة إنما إشباع الجاع ينا قوسد دا وان ديكي نا جن يوا بند زكا ينا نينا يا وكما ينا تيما كام وان ديكي تلاكا وديكي جن يوا وكسوة العاري سان ينا تفاتد دا وان ديكي هنتو بيدر يغاما ينا إيا يتيما كامي وإغاثة الملهوف سان نقو ينا تيما كام وان ديكي چكين داموا نباش ري سان نان ورعاية المهتاج sannan yana kulawa da wa'anda yake suna bukata wal mudtar da wanda yake bukatan shi ya kai inda ya kai duka yana taimaka musu malai ce fatariku tariqul ganima aikin shi kaman aiki ne
na wanda yake ya samu ganima yake taimakawa addinin Allah wa ya fauka salama yace wanga duka yana sama duk wani aikin kirkin da yake talaka nayi fa annabi sallallahu alaihi wasallam aqarra alfuqara ala malil agniya min hadhihi arrifa bisabi infaki yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya tabbatar wa talakawa cewa mawadata suna da masayi fiye ga su akan abin da yake suna yin ga don da manzon Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha so shi manzon Allah bai iya kwace ba ruwan shi da wannan don kyauta ne daga Allah sannan banda wannan malai yace a cikin wanga hadisi muna fahimta fadlu hadha adh-dhikr al-madhkur fi hadha al-hadith fadalan wanga zikirin da yake yazo cikin wanga hadisi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 haythu kana saban fi sabki man yaquluhu fi adbar as-salawati min ath-thawab fi ath-thawab mani yake saboda wanga yasa wanda yake yana yin shi bayan kowanne sallah ya riga ya dukkan wanda yake ya saura ya kuma riga ya dukkan wanda yake ya saura bayan shi a wurin samun lada wa annahu la yalhaqu ahadun sannan ba wanda kuma zai riske shi ma illa man amila misla amalihi shi dai wanda yake ya iya ya aikata irin yanda yake yana aikatawa lima yasul nafsi min tathirin wa li akhlaqi min riyada malin yake wai saboda idan mutun na yawan tasbihi bayan kowanne sallah yana samun sarkakan zuciya yana wanke mai zuciyan shi sannan kuma yana gyara mai halayyan shi min riyada yana motsa mai jikin shi yana motsa mai kuma halayyan shi idan halayyan shi na kwarai yana masayi na farko ne yana ya kai shi masayi na biyu wanga duka zikiri ke kawo nan bi ma'ana zikiri yana wanke zuciyar mutum yana bar mutum yana da amana amanan ya karo yana da gaskiya gaskiya ne ya karo wanga aiki kenan na zikiri ala bi zikrillahi tatma'innu qulub saboda da ambaton Allah mutum ke samun nasuwa idan mutum ya samu nasuwa a cikin zuciyar shi yana da amana shi amana ya karo yana da gaskiya shi gaskiya ya karo duk wani abin da yake yana tare shi na alkhairi karuwa yake yi saboda yawan zikiri نبي ما يجي أن الهداية والرزق بيد الله منا فهمت شريعة دارذك أنو الله يجي كعك تلقى أنا وقعت أما الله يباسوا شريعة كما الله يابا ما سكودي شما يجي فهو الذي يقسمها بين عبادي الله شيك يا رب أرضك زكانا باينشي فينبغي أن يودى بقسمة الله تعالى to yana kamata kowa ya yadda da rabon da Allah ya mai inda Allah ya ajiye ka shi kai ka kokari shi ka saya a wurin sannan na shida mashru'iyatu hadha zikr an shar'anta mana wanga zikiri ba'da salawatil maktubat bayan salloli lokaci biyar kama warda fi ba'da riwayat tuqayyiduhu bil maktuba saboda yazo cikin wa'ansu riwaya ina nuna cewa zikirin ga ana yin shi ne bayan sallan da yake an wajabta mana ba bayan kowanne sallah ba idan ka ce bayan kowanne sallah in kai nafila guda biyu ma shi kai me shi kai amma ba da salawatul maktuba shi ne bayan sallolin da yake an wajabta mana so shi hadisai sun zo sun kayyade shi cewa bayan salloli ne da yake an ka wajabta mana wa an yakuna bi hadhihi siga kuma ana son ya zama da wanga sigan da yake yazo shi ne subhanallah الحمد لله الله أكبر فالتسبيح يتضمن النفي النقائص عن الله تعالى إذا كان سبحان الله ينا قول التويا قبر الله با وانا أبن ديكي الله بي إياوا سأنا ثم التحميد المثبت له الكمال سأنا إذا كما كنا حمد لله الحمد لله كنا تبتد شيوا الله ياتك ثم التكبير سأنا كبر الله أكبر المثبت له صفات العظمة وانده كينونا صفن جرما كي الله أكبر أنا فهمتكو سو شمالهم ما مورين تفسيري كي الله أكبر شكي الله مي جرما باكي وا الله أكبر الله يفكوا جرما تغيري كي وانكي الله أكبر الله مي
يافق واجرما اما سنا فسرنشي الله اكبر الله مي جرما سو اذا كشي سنا شو اذا كشي الله اكبر الله يافق واجرما تاشي اقول مي جرماني ما انا فهمت اكو اذا انا بتون الله كما باغنن كو واو مي واكا وانا شو وي منذ عرفنا الله لم نرى غيره وكذا الغير عندنا ممنوع تند منك سن الله ما غنن كو غنن واني ما ورن مو حرامو ني sufa yake nau tunda sun ka san Allah o wasu ganin kowa so ganin wani ma shi haramu ne to shine ya kai ga wani su zuwa ga halaka eh maifal jaybi illa Allah cikin algifi ma ba kowa shi Allah kaga ya kai shi zuwa ga halaka ko to shi kowa me ke gama shi ce shi me ke ga shi to kaga ya kai shi zuwa kafirci kuma ko ana fahimta ko aiwa so shi suke cewa in kai fana'i shi kai bakai malumu sufai in kai fana'i shi kai me shi kai bakai mana in ka narke ba kowa shi Allah shi ko kai bawan Allah ne in ka sauraron ya halaka da kai kuna fahimta na so shi wanga ilimin ga doka in baka san shi ba kai hukunci kan shirme shi in ka san sufai da sufanci da wanda yake fina cewa su sufai kan kariya kuma suke yi amma in baka sani ba kana jin sufaye sufaye ta nisa to kai magana kai ma kai kuskure malam yace wastazar ibn qayyim an takuna salasa wasalasun min jami'i kalimat at-tasbih wat-tahmid wat-takbir imam ibn qayyim ya karfafa istazhara kina ya karfafa cewa wanga tasbihi da zikiri an fi son ya zamo سلاسون وسلاسون تلاتين دا اوكوني شيني سبحان الله والحمد لله والله أكبر شيني واندي كي يافي كرفي أما أمبا كرمبا أنا يين قوما سانا أنا كميمي أنا يين أشرين وانغلوك ياتا بطا مالا يكي الزكر بعد الصلاة كارم بياني زكرين ديكي أنا يين بيان صلاة يكي وهو فقرات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يكي واني ينكيني daga cikin maganan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah qala rahimahullahu ta'ala Imam Ibn Taymiyyah yace fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yansarif yastaghfir salasa yace yazo cikin hadisi ingantacce inji Imam Ibn Taymiyyah yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallama kafin ya juyo yana yin istighfari so uku sannan bayan haka shi yace Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram manzo Allah na wanga addu'a kuma inga ce Allahumma ya Allah antas salam kai ne aminci kai ne zaman lafiya wa minkas salam zaman lafiya kuma wurin ka yake fitowa ashe musulunci musulunci addinin me kenan addinin zaman lafiya saboda Allah ma shine zaman lafiya tabarakta ni man kai ya yawaita ya zal jalali ya kai ma abokin girma wal ikram da girmamawa ko ko ma abokin girma da mutuntawa wanga ana yabon Allah kenan to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama yana wanga addu'a وفي صحيحين انه كان يقول امام ابن تيميه يجي هو يو باين صلى النبي محمد ناتشوا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوه إلا بالله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وانغا ادو وانغا دوكا ميغدمو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يناي انكا تشي لا إله إلا الله وحده باب وانا ابن بوتا ودقسكي يا شيدي الله وحده شيني مكة ديكين سركي لا شريك لا بيد أبوك انت ريا له الملك
سروت مدومي نألاني ولو الحمد يبو مدومي ما نألاني وهو على كل شيء قدير شيني ميئكو أبساق دكان كومي. اللهم يا الله لا مانع لما أعطيت باب ميئي حنا أبند كباير ولا موتي لما منات مباب وندي سنن لا حول شمز الله تبا وندبارا ولا قوة با ونكرفي إلا بالله دبارا دكرفي دكنا أن الله ني ولا نعبد إلا إياه با مبوتن قواك مشيدي كي الله مخلصين له الدين مناسرك كي الديني كي الله ولو كره الكافرون كودا كافر سنجاكا حكى منذ الله كي ويعلمهم أن يسبحوا ثلاثا وثلاثين باين حكى شي منذ الله كرن تدسابي أي تسبيه ثلاثين دعوكو ويحمد ثلاثا وثلاثين سأنا سيحمدلا ثلاثين دعوكو ويكبر ثلاثا وثلاثين سأنا سيكبر ثلاثين دعوكو فتلك تسع وتسعون لوكا جنة يازمو دريبا ريكنم وتمام المئة شيء منذ الله يشكى ندري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كاغا اي بمبنچن wannan da wanda yake na aswa kenan in kai tasbihi duka in ka kari ka karanta لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير amma da aswa bayan ka kari akwai لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأنا أخوي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأنا شيني بمبنشي كلام دك يا سكانين سو سو شمالهم من سنة فنشي أرنجا كم أنت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ننجبي كاو يحيي ويميت أما ننجا وأنا مزوج الله شيء بايون دسافي إن كي قوما كو كي دري الله يا كريك قبل إن شرني دك باكيد يا ونرانا sheik ma bayan magarba kuma kai goma kuma ko kai me ko kai dari to wurin ake kara yuhi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir malai ce wala raiba babu tambaba annal azkara lalle azkarin da yake ana yi zikrin da yake ana yi wa da'awati da addu'o'in da yake ana yi min afdalil ibadat yana cikin mafificin ibada saboda addu'o mukhul ibada addu'a shine balgon ibada inji annabi Muhammad wal adiya addu'a wal azkar wan nabawiyya da zikri da yake ya fito bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya afdalu ma yataharra al mutaharri min adh-dhikri wad du'a mala yake shine mafificin abin da yake al mutaharri me kardado zai kardade shi mana me neman shari'a zai neme shi shine abin da yake yafi daga wani zikiri da wani addu'an da yake za a yi ba wanda yake ya fito bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wanda yake zai fito bakin wani ba manzo Allah ba kar ya kunu makruha yakan yi zama makruhi ne وقد يكون محرما يكي ما يذمو حرام ني وقد يكون فيه شرك يكي ما أسامون كلمة نشرك أجكي لا يعتدي إليه أكثر الناس ما في يوانك متاني باسو غانيوا أنا فهمتكو أيوة ينزو ذكر ديك نقادرية دوان ديك نا تريك انتجانية نشازلية دسورانسو كاغا موالسنا أيبا متاتي دسوبا أنا فهمتكو تهدى شو أي ذكريني أما ديك بايك حكم زو الله يشيمي aiba ya samu mai una sabani da su kuna fahimta na ko iso shi mala yake kar ya kunu makruhan yakan yi zama makruhi me yasa don ba haka manzo Allah yake aiba amma bai zama haramu ba yakan yi zama haramu idan an ka gama wani abu da yake yana karwa da addinin Allah ana fahimta na jama'a mala yake wa dhikru min afdal ibadat wa dhikri yana cikin mafificin ibada walidha qalat aisha maganan aishin ga koyi tarkiz kai koda maganan aishin ga malum ma finke basu ga inda aisha ta yi wanga magana ba amma maganan aisha magana yana hankali kuji yace aisha tace azzikru ba'da al-insiraf min as-salat wa zikri da mutun zai bayan ya gama sallah huwa mithlu mashi al-mir'at ba'da siqaliha kaman mutun ne doki hannun shi
يشافي مدوبي باي بعد سكالها باي أنغوي مدوبي ما أنا أون كشي سوسي سانة كثو كسانو كمكيمي كشافة دنيا كارمي يا كارا ولكيا أنا فينتاكو سوى الشيء إذا متن يا كار سلا القرآن يكمن فإذا فرقت فانصب وإلى ربك إذن ككار يفنصب كلمة فانصب شيني ككفو ما أنا كزمنا أنا فينتاكو كزمنا تو كذنا كيمي إنك كار سلا كذنا كيمي كيتواكا وإلى ربك فرقم كي مرمرين أبورين أبنجي جنكا باين كاكفو تو وانغا شيني أبنين أنا عائشة تفادي فإن الصلاة تسكل القلب ويسبو لسلنغا ينا وينك زوجيا وليس الذكر أكبر الصلاة بواجب أما دي ذكرين دي كأنا يباين صلى الله بمنكي واجب يباني فمن أراد أن يقوم قبله فلا ينكر عليه كو هكذا نيكو ماذا هكذا نيناكا أها فمن أراد أن يقوم قبله فلا ينكر عليه وندك يفن يتاشك فين يوانغا أدوى باتشي وياي أبن ديك بيداتشي با أما ياتو تكنش دا ينسلم أنا شيك أفتا بما تشي واكاي وانا أبن ديك بيدا دو أي أنغا مسلا أما بكدا بي بكي مكان كوكري با ولكن ينبغي للمعموم أماريا كما تغوندك بالليمان ألا يقوم حتى ينصرف الإمام عن الكبلة ينا كما تغمي بالليمان كده تاشي شيء الليمان يا جويو يا بر على الكبلة سوى شيني لوكا جن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن شي بيتاشي وني آي تاشي وني بي تاشي سوى شي ما بي جماوة ولا ينبغي للإمام أن يقول بعد السلام مستقبل الكبلة وما بكما تقول الإمام إن ينكر صلى يزمنا باين سلم إن أوسكنت الكبلة إلا بمقدار ما يستغفر السلف شيء يقول قدون استغفار لذي سوءك سأنين يشي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أبين داكي سود الإمام كينا دا الإمام يرقى يا سلم ينا وسكنت على الكبلة يا أستغفر الله سوءكم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام شيء جيو كنا فين تاكو وندك يسون يتايش يجمي يتايش وندك يسون يتايش وكما لين تسبيكما شيء سأنا نقاون كارم مغانا مالا شيء وعد التسبيه بالأعصاب سنة ين تسبيه أنا لسفا ودياسة سناني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دياسة سناني ميسا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبودا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي للنساء ياتي جماعت سبهنا إذا كن كي صلى كي تسبيه وعقدن بالأصابع سنن كورنغال سافي ديا سوسيونكو ميثا فإنهن مسؤولات مستنتقات سبودا يا سونكونغا زا اتمبيه سوانن تاشين القيامه كما ذا سي مغن ران تاشين القيامه اليوم نختم على افواههم اها ما شاء الله وتكلمنا كما كغاني كينوكو القران ما يتوت دشيكو فشي اذا تنبيه حنونكا اني كي غسكيا بند الولاما تسويدني اكي يا سو سينغا لسو اكي بناني كينا ايه ان الله كي تولا اقسم بيوم القيامه ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما ولا قادرين على أن نسوي بنانا شي كيغا بنانا كيغا فسوى شي أنا أصوم متنزا كي تسبيه عندنا سلاني كي دهنونك أما أنك أصوم كي وان تسبيه ديوة تؤنو بي أنا فهمتكو أيوة wanga shine abinda maluma sun ga karanta da mu akan wanga babi to shi jama'a abinda muka faci wanga hadisin da muka karanta
شيني سبحان الله الحمد لله الله أكبر تلاتين دعوكن ديك أناي ينا جار زوجي يموتو سنكون ينا جار حالي يموتو أنا باين ونانكما أنا سموتونكما انزييكما ييشكما دحنا ينشي سوى دوائنغا سوما حناي ذاتا بيسو رانان تاشن على كياما باب الخشوع في الصلاة بابنا سامون سورون الله أشكين صلى عند الله كتوى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشون الخشوع في الصلاة سورون الله أشكين صلى هو روحها شينيرن صلى ولبها كما شيني قوان صلى abin da ake takama da shi cikin sallah shine soron Allah komai yawan sallan kan ba soron Allah aikin banza ne Qur'ani ya ce wa innaha lakabiratun illa alal khashin sallah mai wuya ne shi ga masu soron Allah so biyar tunda safi ka je kasuwa baka samu komai ba lokacin lasan na kaiwa an fara sin kaya kuma an kiran sallah sallah zaka yi ko dai kasuwanci zaka yi wa innaha lakabiratun illa alal khashin ويكسر ثوابها او يكل يوان لادا نسورون الله cikin sallah مناس يوان سورون الله cikin sallah yana yawaita maka me lada ko kuwa a rashin سورون الله ko yana takaita maka yana kananta maka me lada a cikin sallah saboda shi mu duka za mu yi sallah limami guda mu duka mu yi sallah amma kowa da ladan shi gurgudun yani yuktabu lil insani fi salati ala hasbi aqlihi ana ruta da kowal mutum a cikin sallah ladan da ya samu gurgudun hankalin da ke tare da shi a cikin sallah so shi abin da yake yana tare da kai na hankali a cikin sallah mana abin da yake kana fahimta a cikin sallah ana sallah hankalinka ba shi ko ina har a kare sallah ladanka daban wanda yake kuma rak'a na farko kafin a kare yana tunanin ba shi kuma da yake shi ma zai bi kuma shi kuma ladan shi daban mala yake hasbama gashi nan ma hasbama aqlahul musalli ko gashi nan ma mala ya kawo gurgurdun yanda mai sallah zai hankalci sallah yanda sallah ke tare da kai a cikin lokacin da kake sallah yanda sallan ke tare da kai a cikin jikinka haka ran za baka lada walidha asna Allahu ta'ala ala alladhina hum fi salatihim khashi'un so shine Allah ya yabi wa'anda yake suna soron Allah a cikin sallan su bi annahum alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun kin wasuna wa'anda yake za su gadi al-jannatu al-firdaus kuma idan sun ka shiga ciki za su dawama a ciki wal ihdar al qalb fi salati asbab abinda ke bar zuciyar mutun na tare da shi a cikin sallah yana da sababa da yawa na farko al isti'azah min ash-shaytan idan mutun zai fara sallah ya nemi kariya ga barin sharrin shaytan domin in za ka yi karatu wa idza qara'ta al qur'an fasta'iz billahi min ash-shaytan rajim sana وتدبر قراءه الصلاه كو وتدبر قراءه الصلاه سانن كما دا لورا دا ايوين دا ذاك رين كرنتوا ا cikin sallah wa anwa wa dhikri fiya sanan da tunawa da dangogin zikirin da ke cikin sallah duka baki daya idan kana sawo a cikin hankalinka Allahu akbar girman Allah kenan alhamdulillah yabon Allah ne bayan ka kare ka kawo sura maganan Allah ne kai rukui tasbihin Allah ne gashi nan dai duka yana tare da kai sanan nabi jalu sutra sanan da sanya sutura gabanka in fili kake wajalu nazrati mawdi'u sujud sanan kuma da mutun ka bar idon ka yana inda zaka yi sujjada shi ma ina barka samu tumanina a cikin sallah kama anna dukhul al insani fiha ba'da faraga min ash-shaghilati anha kaman yanda yake mutum zai fara sallah bayan ya kare gabarin dukkan abin da yake shagaltar da shi gabarin sallah
شيء كفارة إنسان الله دو أبن ذي شكل شدة كفارة إنسان الله شيء كعجم على شيء سنة كفارة إنسان الله ما لي يقول مثال شيء كنوم كم تنزي إنسان الله لكن دري شيء دي كونتا يفلكا كعيا سامون شاتكو سأنا وشاوة الطعام سأنا أنكاو أبن شكاش أبن شنكا كارسنا ذاك يمي ذاك إنسان الله لو كتشنا باك شاوة أبن شكما والشراب هكذا نقوم أبن شا wala yace wangaduka min aqwa asbab ihdar alqalb ya cikin abin da mafi girman abin da ke bar zuciyar mutun na taye da shi lokacin da yake na sallah bai jin kwana bai jin yunwa bai jin kishirwa bai jin boli bai jin bangida wangaduka kai maganin sanin zaka fara me zaka fara sallah amma ana ta da kama boli ya maseka to ya zakai dole ka ringa kaman masai jikinka inda an fara sallar ne she bolin yaso to nan she ka kama jikin har ai me a kare sallah amma kafin ka shigo musallaci boli ya kama ka yi kokari ka yi bolin kawai sai nan ka shigo musallaci rak'a da ka samu na karabo kenan wanga shine musulunci mala yace walidha nuhi anis salati hal hudur at-taam so shine an ka hana sallah lokacin da an ka kawo da mutum abinci kuma ina jin yunwa aw mudafa'at al-akhabasain ko ko lokacin da yake yana yana fama da kazanta guda biyu boli kenan da bangida li'anna fi dhalika mushkilatun anis salat yake saboda da boli da bangida sun shigartar da mutun gabarin yin sallah yanda yake ya kamata mal yace wazabal jumhur min al-ulama ila sihhati salat man ghalabat ala salatihi al-wasawis sannan malan yaje jawo hankalin yace wai jumhurin malumma sun je akan cewa wanda yake yawan waswasi na rinjayen shi sallan shi na inganta ana fahimta ko akwai wani ina cikin sallah she mai kaman boli ya jigo mai ina cikin sallah she mai kaman ya iska kuna fahimta jama'a wani kowar rana zai sallah kowar lokaci kaman biyu nayi kaman uku nayi to wanda yake ya dai irin haka na tare da su mai adar ya ce wal muwaswis فليترك الوسواس وان ده يكي ينا تايدا وسواسي يربو ده شي كوي بمعنى يمن شي ده بطن وسواسي يشيك بلا سلان شي ركا بيوني كو اكوني بيوني كوي شيك بلا سلان كا با وان قبلي با وان بادي سو جلوكا كنن شي با متن ني آدي ارمو با شي ناجا وان شيو كينا كنا فنتان جماع سأنا انكي عبين ينزي فارة سامون كا amba kana yawan isti'aza sannan kana rabuwa da shi ba in ya samu wuri ya zauna to ya damu rayuwanka to she ga wani kowane lokacin in zai sallah kaman yayi boli ne don da ya riga yayi alwala in ya zauna she mai inda yaje yayi bolin nan kaman boli ya taba wandon shi she ga ya diba ruwa ya zuzzuba bayan yayi ya fa ruwan nan kuma sai mai kaman nan ma boli kuma ya taba fa alhalar ruwan kuma da ya zuzzuba nan shi kuma ya taba nan ga she kuma ya diba sabar ruwa kuma bokta ba gani ba ko akwai su irin su sosai ma kuma na dewa to duk lokacin da an kai wasa ka bar shetan ya samu gindin zama ya zauna to ya dame ka ana fahimta ko aha to so shi malam mai adar ya ce wai wanda ke da irin wanga hali ya fita shanin waswasi kawai sallar shi Allah ya karbi magana ya kare amma wanda ba halin shi kenan ba ran da yayi waswasi shi me kun fahimta jama'a aha amma kai halin ka ne ko lokaci kana cikin sallah kaman nayi kaman boli kaman ya jigo to kai kana da wani ciwo shi addinin mun ga shi mun sa hankali malam yace walakin ma anaksi sawabiha amma idan mutum na yawan waswasi sallan shi yayi amma bai samun lada kaman yanda sauran su samu lada don bayan yayi waswasin kuma kaga kuma tunanin shi kuma ina yin yawa ko ba kana bane dole ya rayya maka lada kuma gurgudun tunanin ka cikin sallah gurgudun ladanka wazaba abu hamid al-ghazali ibn al-jawzi ila butlaniha amma imamu abu hamid al-ghazali wanda yake ya buga ihya ulumuddin da ibn al-jawzi suna ganin cewa wanda ke waswasi sallan shi ya bata malamma sun ce sallan shi bai bata ba saboda waswasi ya riga ya aure shi yaushe zai bar waswasi shi in ya rabu da shi yaushe kuma waswasi zai rabu da shi
كلنا سلا بير سلاكو بيجوا هكذا سو شيء ناس عنك أكوي تشدد دشكي أنا فهمت أكو أيوة الحديث السابع والعشرون بعد المئة حديثنا دريدة عشرين دواقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها علام فنظر إلى علامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميثتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألحتني آنفا عن صلاتي وانقى حديثي إنا كرنت الدمو أبو بيو إنا كرنت الدمو إذا متني باكا كيوتا باكرينا كيوتا ديكينا سننكما إنا كرنت الدمو بيكمات متون كنا تريد أبن ديكي ذي رنجا شغل تدكي أجكين سلنكا با إذا أكون دروائن غبم مسلاشي كوشكين داشنكا كو أكون فتو فتو ماتنكا نيكسا ورن الكبلنكا كو كفتو ونشي ونكني كنا كلنشي وانغدوكا إنا كرودا سنن النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدوب حديثنكا عن عائشة رضي الله عنها أنكر بودك أنا عائشة الله يكرم متيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها علام للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صلى في خميسة أشكون ونبرجو يغن ديسا يقول له بيجكينش دشي ونريجا لها علام ينادى زاني زاني kaga suna su doki babban zani shi ya tullube jikinsu shafi salla da shi fa nazara ila alamiha nazara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dubi zuwa ga zane-zanen da ke cikin wannan bargon nan nazratan dubi kuwa fa lamma sarafa bayan da yake ya kare salla kai shi yace اذهبوا بخميستي هذه الى ابي جهم كدوكي وانغا برغونن غا كايما ابي جهم دون ابي جهم شي يبان كوفا كين جما شي يباش كوتا با واني ليغاني مي سارابا با واني زني ني مي سارابا اما منزو الله يا مي يا كربي شي منزو الله زي نونا ني دا كاين دا اكي شي شي واتوني بأنبجانية أبي جام إن كن جي كن كبا أبو جام وانغا كو كربو من برغوينشي شي ناش أنبجانية شي ما سنن برغوني كو كاو من ناش فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي سبودا ني وان دي بارنا تاشغل تدني دازو دازو انغا تاشغل تدني عن صلاتي أي چكين سلانا ya bar ina sallan amma ina ganin kaman ga wani zane zane kuma me a cikin jikina kaga wanda aka caji a karbon nan bi kai kuma wanda aka ba manzon Allah bawo kuna fahimta jama'a wanda aka ba manzon Allah yana dan sama kan wanda ke wurin Abi Jahm don Abi Jahm shi ma yaga kaman shi ma ya kamata a ce warana ya ba manzon Allah kyauta da ya kawo ba wani abin a zuwa gani ban shi manzon Allah ya me sai ya karbi da ya karbi akwai zane zane manzo Allah bai la'akari da zane zanen ba shi da yake sallah da me da shi shi yana ganin kaman da yake hankalin shi na kusa da shi to shi yana ganin kaman ga zane zane check check ka gani gashi me zane zane cikin jikin shi shi ce kai bari in na kare ba bar a koma da Abijam wanga shi a karbo min nashi nashin nan bai kai na wanga ba amma nashin nan ba me ba zani zani ana fahimta na ko wanga shine abinda mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shi ma yace idza ka ce khamisa shine khamisatu laha ala wa kisa'u murabba mukhattatin bi alwan mukhtalifa wa wani bargoni wanda yake murabba yana da girma an yi shi murabba murabba'i shine square four square kenan ana fahimta ko mana zani kenan aka kawo mai to amma
أمي زاني زاني كي مخطط أمي زاني زاني بألوان مختلفة أكو لوني دبن دبن أشكن جكينش. قال ابن عسير هي صوب خذ إيشي ويري غاني أماكا غاشي غاشي ناشكي خز أو صوف معلم كوكو أو دغاني أما أكوي ذاني ذاني أجكينشي. وكيل لا تسمى خميثة إلا أن تكون سوداء معلمة مالين يشي وانقبت معلومة لارباواني فكشي ويبا أشي ما برغو خميسة أي أسلين شأنا شمي البردة كو برغو كينا كو كسا برغو كينا أما إذا كشي خميسة فكشي ويقالوا أن با أشي مي خميسة شيء إن يظمو بكي كمين أجزاني زاني مانا بكي برغو كينا كم فتنكو وانقشيني أبين دا معلومة اللغة الفجي. أما الأنبجانية كسا انقليز شما برغوني أما يدى قوري ليس له عالم شي بيدا زاني زاني تمالي يتي وهي بفتح الهمزة وسكون النون وكثر الباء الموحدة وبعد علف النون مكسرة شيني أنبجانية انكدو هكذا غنيشي مالي يتي منصوبة إلى بلد تسمى أنبجان تفافيني ديك أنا أفتوى دشي دقوان كوي أو النزامني كسن يمن كنا أنا كمي أنبجان كسن نشي أنا كوا يعني ريغان ديك يافتو كسن أنبجان شاكي أنبجانية شانا دنغنا شذوا قوانا غري سوشي دا أنغني نو ينظر أنغا أكوي جلابيا ديك إن يافتو كسن مروكو أنسمي نمروكو ني سوكي سكوا كباني يعني دواني أبنغنغا كوانا غري دا إرن ناسو أبنغنغا wannan yake kan masarawa kuma su ma suna nasu wani dogo ne hakan gashi kace za kai mutun kabari mala yace wa kan warata hadhihi alkalima bi fath alba wa hiya nisbatun ala ghairi kiyaf ila manij albalad almaruf fi bilad sham duka dai magana yake yi dai kaman cewa ana dangana shi zuwa ga wani gari ne a cikin kauyuka na kasan sham kasan sham shine syria wa mithluha من جاني وهي كثاء من الصوف لو خمل ويواني برغوني ديك انيشي دغا قادا شيني او دغا لو خمل ينا دي جيزا اذا كتي جيزا شيني ايرم مايا فينن كاغا ينا دا جيف جيف شينن انا كي مي جيزا شياكي كي مي جيزا وليس له علم وتعد من أدوان السياب القليظة ما ليكي ويوانم بيدا واني زاني زاني أما إنا أشكين واني ريقناني ديكي باس واني سادة سم أما مزو الله صلى الله عليه وسلم ياكي أقرب مي وانندك باكيريا آنفا يعني الآن ماذا قال آنفا ميفري دازو نغنو توشيني كلمو من ديكي ياذو أشكي كنا توشي أبو جامنا shine wanda yake ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan wannan riga mashru'iyatul khushu fi salat to shi hadisin ga ina karantar da mu an shar'an tasurun Allah a cikin sallah wa fiilul asbab aljalibati la sana do abinda mutun zaka ya jawo maka surun Allah ana son kai kai wal ibtiad an kulli ma yushkilu fi salat sannan kan san shi dukkan abinda yake zai shagalta da kai a cikin sallah do abin da yake ka san ya shagalatar da kai a cikin sallah ka nisance shi so shi yana da kyau ka san kanka kai ba wayan ka samu call so shi idan za ka yi sallah ij'alha samitan shi ka shi silent saboda da ka ji call no watakila ka yi tunanin wanda kai shi ke da alƙawarin batun wani kodi ne yanzu sallah za ka yi kodi hankalinka kuna wurin phone ne amma in ka sa shi silent ka gani ba ka ji nan kare ce ka duba waye kolonka magana ya kare do abin da ka san ya shagalata da kai a cikin sallah yi kokari ka nisance shi sanan nabi mallam yace anna ishghal alqalb alyasi la yaqdaru fi salat amma dai tunani kankani abin da zai shagalta da zuciyar kankani bi suka a cikin sallah bi ba ta sallah saboda bayan zai mutun yayi sallah dai
har ya kare sallah dai yanzu zamanin mun gawo yanzu bai yi tunanin wani abu ba sai dai Allah sannan malam yace na uku karahiyat tazwiq al masajid makruh ne a ce an kawata masallaci har ya wuce yani hankali saboda mutum in yazo duka shega yanzu cikin masallacin sallah zai kome ko masallaci zai duba sannan wa nakshiha sannan da cikin masallaci an hana wal kitabatu fiya sannan da wani rubuta bismillahir rahmanir rahim wa khafatan gaban masallaci ana fahimta ko yawan kaga aka san ayatu kursiyu in yazo ne sallaci ga ayatu kursiyu yake duba ana sallaci mana karanta ayatu kursiyu ko ba kana bane to wanga doka malam yace wanga doka anki lima yajlubuhu min ishtigal musallin fi an-nazar ilayha saboda yana jan hankalin masalla suna dube zuwa gare ta ana malam yace fi jawaz al-lubs al-malabis al-mu'allama lir-rijal in ka fahimci wanga hadisi ya halatta namiji ya sa rigan da yake akwai zane zane akai tunda manzon Allah ya sa sallallahu alaihi wasallam bai ce haramu ba ana fahimta ko abinda an kake ne shine mutun ka sa rigan da yake an droy mutun kai shi wannan makruhin yana baya ma karahan shi na da karfi saboda idan mutun na bayan kai na kuma kallon mutun bai ba so shi masu bin siyasa kusa wannan riguna kuna zuwa kuna damu mu cikin masallaci wannan duka shiriri ta ne gashi dan kun samu cikin saka mai wuya me guya kwai mana yace wa fi istibab qabul al hadiya kuma ana son mutun idan an kawa ka kyauta ka karbi komin kankanta shi jabran li kalb al muhdi saboda ka sa ma zuciyan wanda yake ya baka nan jin dadi ka sa mai jin dadi saboda yana ganin kaman ai wani yafi karfin ya karbi abu kaza amma da na bashi ai me ya karbi wa tawaddudan ilai kuma ka karbi ne ba wai don kana so ba amma don ka nuna mai soyayya shi manzon Allah yayin nan wa fi annahu la batha min radd al hadiyya li sawabi kana kun babu lafi akoma da kyauta idan akwai wani sawabi ai an kuma da kyautan ko ba kuma da shi ba lakin ma bayanin sabab li sahibiha amma shi an yi da mai shi bayanin abin da yasa an ka dawo da shi hatta la yaqa fi qalbi shay har saboda kada wani abu ya darsu a cikin zuciyar shi me yasa nake a kawo da malam abu kaza kuma yace a kawo min da shi me ke faruwa ne kuna fahimta to duka ya kamata mutum ka ringa tunani saboda alhadiya la tuhda alhadiyatu la tuhda kaida ne na hankali kyauta ba a doka a bayar kyauta idan mutum ya kawo maka abu kyauta in ya baka soyayya yasa ya baka kaga doki ba kowa kana fahimta ko in wani ya gani yana bukata in kana da kuɗi sai mai irin shi ka bashi amma wani ya baka alaka mai kyau ke tsakanin kai da shi mai ya baka ana fahimta ko aiwa sannan wa fi usul akhlaq annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wanga hadisi muna fahimtan كاون حاليا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث رد عليه الكفاء المعلم وطلب الكفاء الذي ليس فيه علام ليعلمه انه غير مترفع عن هديته ايش وي سوى من زون الله صلى الله عليه وسلم يا ما يد برغون ديك اكوي زاني زاني اكاي وطلب الكساء الذي ليس فيه علام ساني يكربي برغون ديك باب وني زاني زاني اكاي alhalin kuma wanda akwai zane-zane ya fi sada domin ya nuna mai cewa ba ya ki kyautan shi ba ne innama akwai illan da ya sa bai karbi wanga ba to shi ya mayar ya ce a ba shi sabo kun fahimci jama'a sannan qala shaykhul islam ibn taymiya wala raiba anna alwaswas kullama qalla fi salat kana akmal imam ibn taymiya shi ma zai cika mu da surutun shi yace muna babu shakka cewa waswasi duk lokacin da yake yayi kananci a cikin sallah to yana bar sallah ya cika
والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتدي وضعف الشاغل. أبند ذي تي مقامنا نجي إمام ابن تيمية أبند ذي تي مقام يبر وسواسي يمي كذا شيني قوة المقتدي شيني كرفي إيمان مين سلا وضعف الشاغل سأنكم يكو كري يروننا أبند ذي إيه شغل تدشي أشكم مي أشكين سلا مغنى انتك كينا تو شيني سوروت انك ديك ذي سو شوانك سوروت انبذن كرن تاشبا دو من مغنون نوع كينا يفجن وش على كل حال مال الناسين يتشمنا إذا متون كذو ذاك يسلا دو أبن ديك ذي شغل تدكي شكي كو كريمي شكي كو كريمي كني فنششي سو دا كده شغل تدكي قبر سلنك سو شيني مي آدنا شوا إذا أتيت إلى الصلاة فرق قلبك من الدنيا وما فيها اذا كذو ينسلا ككك بزوچينكا غبرن دنيا دا ابندكي چكن دنيا سانن شيكا شغلا دداكون ونديكي مخاليچنكا ونديكي ذاك يسلنا سبودشي وان شيني ابندا مالين يفديمنا اذا الله يكرم سبن ساتي زام تاشكم باب الجمع بين صلاتين باب نجي من بياني جمي سكانين صلى غدابيو واللوكشي يكي يا أي جمي واللوكشي نكما با إيا أي جمي الله مكيروكو يمنى قمد قتر دابن ديكي ناسو يدرشي دنيا للآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.